الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الأردني، وإسماعيل والملقي يشهدان التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين. خلال لقائه برئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، الرئيس يؤكد أهمية الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل. أنقرة تؤكد أنها ستواصل عملياتها العسكرية في سوريا لحين زوال جميع التهديدات، وتستدعي السفير الأمريكي لديها عقب حديث واشنطن عن هدنة. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتظام دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والمملكة الأردنية، والتي عقدت دورتها 26 برئاسة رئيسي وزراء البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، حيث أشاد الرئيس بزيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأخيرة للقاهرة، والتي عكست حجم التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية بشكل مستمر. تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية ترجمة نتائج اللجنة العليا المشتركة إلى واقع ملموس يحدث نقلة إيجابية على مستوى التعاون بين البلدين في المجالات كافة. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة العربية، حيث توافقت الرؤى إزاء أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، بما يحفظ كياناتها ومؤسساتها الوطنية ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويمهد الطريق لإعادة إعمارها بما يشجع النازحين واللاجئين على العودة إلى أوطانهم والاستقرار فيها. واتفق الجانبان على أهمية مواصلة جهود تطوير الجامعة العربية بما يساهم في جهود التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة في الدول العربية. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظيره الأردني هاني الملقي اجتماعات الدورة 26 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. تم الاتفاق على عقد اجتماعات الدورة 27 للجنة المشتركة في العاصمة الأردنية عمان في النصف الثاني من العام المقبل. وبحثت اللجنة كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسي بين البلدين، وكذا التشاور والتنسيق، تنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات التي تموج بها الساحة العربية والإقليمية، علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الاجتماعات شهد إسماعيل والملقي توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا للتعاون بين البلدين الشقيقين، شملت عدة مجالات منها الدواء والسياحة والتعاون الثقافي، وكذلك مجالات الجيولوجيا والتعدين والنقل البحري والتدريب المهني والشؤون الإسلامية. معنا على الهاتف الآن مراسل النيل لدى مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن ليطلعنا على حصيلة اجتماعات رئيسي وزراء البلدين وأيضا الاتفاقات التي أبرمت اليوم. أحمد تفضل. بداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالفعل يعني اليوم تم عقد اللجنة العليا المشتركة في دورتها 26 بمقر مجلس الوزراء. هذه الجلسة يعني شهدت اجتماعات موسعة شارك فيها عدد من السادة الوزراء من الجانبين، وتبادل خلالها رئيس الوزراء كلمات الترحيب معربين عن تفاؤلهم الكبير يعني في خلال هذه الفترة وما سوف تشهده العلاقات المصرية الأردنية من تطور كبير، وخاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية وتعزيز العلاقات بين البلدين. بحثت اللجنة العليا أيضا كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسي بين البلدين، وكذلك أيضا التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات
التي تمر بها المنطقة العربية في هذه الفترة. أيضا تمت الإشادة بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي وما شهدته تلك العلاقات من طفرة هامة على مدار العام الماضي بالشكل الذي يهدف إلى ترجمة رؤية خاصة بزعيمي البلدين في شأن وحدة الهدف والمصير. هناك أيضا في المجال يعني في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري تم الاتفاق على عقد الدورة القادمة في دورتها 19 لمجلس الأعمال المصري الأردني خلال شهر يناير من العام القادم. هناك أيضا في مجال العمل توافق يعني الجانب توافق الجانبان على الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل الأردنية فيما يتصل بالعمالة المصرية في السوق الأردني بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل وتطبيق قوانين العمل الأردنية. في ختام الاجتماعات قررت اللجنة أن تعقد اجتماعات دورتها 27 في عمان خلال النصف الثاني من عام 2017 وأيضا تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأيضا بروتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية في العديد من المجالات المختلفة وخاصة المجالات الاقتصادية. وبالطبع سوف يتم متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات والبروتوكولات. أحمد أبو الحسن مراسل النيل من مقر مجلس الوزراء. ولمتابعة أوفى ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان السيد محمد التل رئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية. سيد محمد بعد التحية بداية كيف تنظر لأهمية زيارة رئيس الوزراء الأردنية خاصة بعد زيارة العاهل الأردني الأخيرة للقاهرة ودور ذلك في دعم وتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة بين البلدين؟ سيدتي أولا مساء الخير. لا شك أن هذه الزيارة التي يقوم بها حاليا رئيس الوزراء الأردني الدكتور هان الملقي إلى مصر الشقيقة هي امتداد العلاقات الأردنية المصرية المتميزة في كل المجالات وهي انعكاس مباشر لزيارة جلالة الملك مؤخرا إلى القاهرة ولقائه بفخامة الرئيس السيسي. كما نعلم أن الأردن ومصر يرتبطان بعدة اتفاقيات بعشرات اتفاقيات اقتصادية وهدفها تنمية اقتصاد البلدين الشقيقين وجعل الاقتصادين اقتصادين متكاملين. كذلك أن المواقف السياسية بين البلدين الشقيقين مواقف متطابقة في جميع القضايا العربية خصوصا قضية فلسطين. إذا نظرنا إلى الجانب العملي على الأرض يعني في الأردن هناك عمالة مصرية كبيرة جدا وهي عمالة عزيزة ومقدرة ومحترمة وكان لابد من إفهام الجانب المصري الأشقاء في مصر عن الإجراء طبيعة الإجراءات تقوم فيها وزارة العمل للحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل لأن هناك كان يعني صاب نوع من الفوضى هذا السوق مما أفقد العامل المصري بعض حقوقه. بعتقد هذه كانت يعني من أولويات الاجتماعات اللي انعقدت في القاهرة على مدار يومين. نعم سيد محمد حضرتك تحدثت عن حجم التوافق الموجود ما بين مصر والأردن بشأن القضية الفلسطينية ولكن ماذا عن حجم التوافق بين البلدين في مختلف القضايا العربية؟ يعني بعتقد هناك توافق كبير جدا جدا في معظم القضايا العربية أو في مجملها لأنه كما تعلم أن مصر والأردن يمثلان صوت الاعتدال والمنطق في المنطقة وهما الدولتان يعني الأمينتان تقريبا في المنطقة ولذلك القيادتين المصرية والأردنية يعني بعتقد أنهم مواصلين إلى حالة توافق كبيرة جدا في كل القضايا العربية في مقدمتها قضية فلسطين كما ذكرت لك وكل القضايا العربية خصوصا في سوريا لأن الجانبين يدعو إلى حل سلمي وسياسي في سوريا يضمن لجميع الأطراف حقوقها يعني ويحافظ على وجود الدولة السورية وبعتقد هذا الموقف المصري يتطابق مع الموقف الأردني تماما. نعم سيد محمد يعني شهد رئيس الوزراء المصري والأردني توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج للتعاون ماذا عن آليات تنفيذ هذه الاتفاقيات حتى تجد صداها على أرض الواقع؟ يعني سيدتي لابد من اللجان الآن الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا أن تبادر فورا في تحويل هذه الاتفاقيات إلى واقع عمل ملموس يخدم قضايا الشعبين الشقيقين في الأردن ومصر. لذلك نحن سنشهد في الفترة القادمة بعتقد عدة اجتماعات بين اللجان الفنية لتحويل هذه الاتفاقيات إلى واقع ملموس يلمس المواطن المصري والمواطن الأردني. نعم من العاصمة الأردنية عمان السيد محمد التل رئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية شكرا جزيلا لك.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمحدود الدخل وكذلك الفئات الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها. كما أكد الرئيس على ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي مع مواصلة العمل على ضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق وزيادة المنافذ في المحافظات والمناطق النائية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس برئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 8 سفراء جدد لدول الإمارات والمكسيك وميانمار وإسرائيل وهولندا وبلجيكا واليونان والصومال. وقد رحب الرئيس السيسي بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهمهم بالقاهرة مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات. قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن البرلمان سيقوم بالتصويت نهائيا اليوم على قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن القانون تم بعد موافقة مجلس الدولة عليه، ويعتبر القانون خطوة مهمة في طريق الإصلاح الإداري والمالي. وأوضح العربي أن العلاوة الدورية ستكون 7% التي تصرف في بداية السنة المالية في شهر يوليو، سيتم صرفها بأثر رجعي بعد إقرار القانون. كانت الجلسات السابقة لمجلس النواب قد شهدت خلافا حول عدد من المواد في القانون، حيث تحمل المواد تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي في إطار السعي إلى تطبيق آليات الرقابية على الجهاز الإداري للدولة. لمزيد من المتابعة معنا الأستاذة ولاء نعمة الله رئيس القسم البرلماني بجريدة الوطن لتطلعنا على ما سوف يتم بالفعل حتى إقرار مشروع القانون نهائيا الخاص بالخدمة المدنية. أستاذة نعمة الله تفضلي. مساء الخير. الحقيقه النهارده المجلس بدا جلساته في تمام الساعه 3 وبمناقشه مشروع القانون او تعديل مشروع قانون بتغليظ العقوبات على عقوبه ختان الاناث. وزي ما احنا عارفين ان طبعا كان في مطالبات كثيره جدا وحقوقيه تحديدا في مساله تسجيل العقوبات درءا طبعا للاشكاليات اللي احنا بنواجهها في هذه الجريمه. على هامش كمان المناقشات اللي دايره حاليا بخصوص مشروع التعديل بمشروع القانون في يعني توافق باغلبيه من نواب البرلمان باستثناء نواب حزب النور اللي رافضين هذه التعديلات وبيروا ان هذا الامر يعني قد يتنافى مع ما نص عليه الاسلام. بالاضافه لده الحقيقه شهدت الجلسه منذ دقائق مشاده ساخنه جدا بين بعض النواب، وده الحقيقه على خلفيه ما اثير بالامس في احد البرامج التلفزيونيه احد القنوات الفضائيه بشان يعني ان المجلس عباره عن مجلس توك وما بيقومش بالدور التشريعي الخاص بيه والمقبول بيه وفقا للدستور. طيب فيما يتعلق بقانون الخدمه المدنيه استاذه ولاء، يعني متى بالفعل سوف يتم التصويت نهائيا على مشروع القانون؟ هل اتضح الموعد ام انه سوف يؤجل الى يوم اخر؟ لا يعني في جميع الاحوال هو هيتم التصويت عليه اليوم، لان زي ما احنا عارفين المناقشات امبارح ربما تكون استمرت لساعات متاخره بالامس، وده الاتفاق على الصياغه النهائيه للمواد اللي حصل عليها تعديل في قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدوله. يعني ولم لم يتم البدء في التصويت، ولكن من المؤكد ان يتم التصويت عليه اليوم تقصدين؟ تمام. نعم. شكرا جزيلا الاستاذه ولاء نعمة الله، شكرا لك. رحب رئيس طائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندري زاكي بصدور قانون بناء الكنائس، مؤكدا أن موافقة البرلمان على قانون بناء الكنائس يعد نقلة حضارية جديدة ترسخ مبدأ المواطنة التي نادى بها الدستور المصري
وأضاف القس زكي أن صدور القانون بالصيغة التي توافقت عليها الكنائس والحكومة معا يحتاج إلى دعم من الجميع حتى يمكن أن يحقق الهدف المرجو منه ويزيل الكثير من المشكلات التي كانت تظهر بين الحين والآخر بسبب إجراء أي تعديلات تقوم بها الكنائس على أبنيتها وملحقاتها وبخاصة في القرى. وجه رئيس الطائفة الإنجليزية شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخله الفوري واستجابته للتعديلات التي أقرتها الحكومة بالتنسيق مع الكنائس الثلاث. زار البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يرافقه وفد كنسي مقر مشيخة الأزهر الشريف لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وكان في استقبال قداسة البابا شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة وقيادات المشيخة. وخلال اللقاء دعا الدكتور الطيب إلى عقد مؤتمر يجمع بين الأزهر والكنائس الشرقية، وهو ما رحب به قداسة البابا تودروس مقترحا اتخاذ خطوات جادة وقوية لعمل آلية بين الأزهر والكنيسة ورجال الفكر وكافة الجهات المعنية لنشر القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع المصري عامة. شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية المايلز. وأشار رئيس الأركان إلى أهمية التدريب الجيد باستخدام أحدث نظم القتال والتدريب والحفاظ على الكفاءة القتالية للفرد والمعدة. شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية المايلز، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت المرحلة دفع الأنساق المدرعة والميكانيكية لاقتحام الحد الأمامي للدفاعات الرئيسية وتطوير الهجوم للاستيلاء على خطوط ذات أهمية حيوية وصد الهجوم المضاد والوصول إلى خط حيوي وتأمينه واستكمال تنفيذ باقي المهام. وناقش رئيس الأركان قادة الوحدات المقاتلة والمعاونة المشاركة في المشروع في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها وكيفية التعامل مع المواقف التكتيكية المفاجئة التي يمكن التعرض لها أثناء إدارة العمليات، مشيرا إلى أهمية التدريب الجيد باستخدام أحدث نظم القتال والتدريب والحفاظ على الكفاءة القتالية للفرد وللمعدة. وأثنى الفريق محمود حجازي على الأداء المتميز للقوات المشاركة في المشروع، مؤكدا ضرورة استغلال التطور الذي شهدته المنظومة التدريبية والفنية داخل القوات المسلحة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة القتالية. وأشاد رئيس الأركان بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في نطاق المسؤولية وتنفيذ كافة الأنشطة والمهام التي تسند إليهم بكل دقة وحرص لمجابهة المواقف والتحديات التي تستهدف أمن مصر القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وفرض السيطرة الأمنية ومنع محاولات التهريب. حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة. نتحول الآن مشاهدينا الكرام إلى نيويورك لمتابعة جانب من كلمة المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. مجال لمزيد من المساعدات الإنسانية، كما سيزيد الثقة بينهم للتوصل إلى حل سلمي شامل. وحده الحل السياسي التوافقي سيساهم في إنهاء الظلم ووقف هدر الدماء في البلاد. لقد عانى اليمنيون الكثير ولفترة طويلة، وعلى القيادات اليمنية أن تبرهن على حرصها على أمن الوطن والمواطن وأن تعمل على إعادة السلام إلى اليمن بدون أي تسويف أو تأخير. إن السلام في اليمن أولوية، وسلامة اليمنيين يجب أن تكون من المسلمات. لقد جندت الأمم المتحدة كل خبراتها السياسية والإدارية لمساعدة اليمنيين، ولكن ذلك لا يكفي إن لم يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم الوطنية ويغلبوا المصلحة العامة. إن الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمن، وعلى المسؤولين اليمنيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية حتى لا يخذلوا اليمنيين، كل اليمنيين في الشمال وفي الجنوب. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا للسيد ولد الشيخ أحمد لبيانه، وأعطي الكلمة الآن لمندوب اليمن. Thank you Mr. President. السيد الرئيس، اسمحوا لي في البداية
أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السفير رملان بن إبراهيم المندوب الدائم لماليزيا على قيادته الحكيمة لأعمال المجلس لشهر أغسطس الجاري، وعلى إتاحة الفرصة لنا للحديث أمام مجلسكم الموقر. كما أود أن أتقدم بالشكر إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مبعوثه الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل والشيخ أحمد على الجهود الكبيرة التي قام بها وما يزال يقوم بها منذ انتهاء جولة المشاورات في الكويت، استمرارا لما سبق من جهود مشكورة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي مأساة الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي صالح ضد شعبنا منذ سبتمبر من العام 2014. السيد الرئيس، السيدات والسادة السفراء، الحضور الكرام، كان يحدون الأمل الكبير اليوم بأن تأتي جلسة الإحاطة هذه وقد تم الولوج في طريق السلام، فيما لو استشعر الطرف الإنقلابي بكآبة الوضع الذي باتت فيه بلادنا اليمن ووافق على الورقة التي تقدم بها المبعوث الخاص كمحصلة ونتاج لتفاوض استمر قرابة 100 يوم بين الوفد الحكومي والإنقلابي في دولة الكويت، دولة الكويت العزيزة على قلوبنا نحن أبناء اليمن، إلا أن نوازع الشر والرغبة الجامحة لدى ميليشيات الحوثي وصالح في مواصلة مغامرة الحرب العدمية وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين وتفجير المنازل ودور العبادات والاعتداء على المناطق الحدودية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواصلة تجارة الموت التي تغذيها شبكات الإرهاب في إيران وعبر ذراعها الإقليمية الممثلة في حزب الله، أبت إلا أن تستمر في عدوانها الآثم والجبان على شعبنا ويمننا وجوارنا الأخوي. واستمرت هذه العصابات التي اختطفت الدولة في سبتمبر 2014 والتي لا تمتلك أدنى شرعية ولا مسوغ قانوني في تدمير مقومات الوطن ووضع أهلنا ورهائنا لمشروعهم التوسعي الطائفي المقيت ومحاولاتهم المستميتة للبحث عن شرعية عبر تنصيب صالح والحوثي ممثلين للشعب اليمني الذي لفظهم وخرج في ثورة من أروع ثورات الوعي العربي لاجتثاث نظام صالح العائلي. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، لقد جددت الحكومة اليمنية بما لا يدع مجال للشك عزمها الثابت على انتهاج خيار السلام كمبدأ لا حياد عنه لإنهاء معاناة شعبنا اليمني الصابر الذي تحمل وما يزال تبعات الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على كل مناطق اليمن، إيمانا من الحكومة بأن السلام هو السبيل الوحيد للخلاص من طغيان العصابات الإجرامية وأمراء الحرب. ومنذ اليوم الأول كان تجاوب الحكومة اليمنية إيجابيا مع مساعي السيد الأمين العام ومبعوثه إلى اليمن، وقدمنا في الحكومة اليمنية وما نزل التنازلات الصعبة والمؤلمة من أجل السلام في اليمن، فيما كان موقف الطرف الإنقلابي متشددا ورافضا للحلول السلمية ومصرا على بقاء الحال وسيطرة الميليشيات والعصابات على حاضر ومستقبل اليمن. وحينما كنا نؤكد على أهمية المرجعيات في الأزمة اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216، كان الطرف الإنقلابي يصر على التنصل عنها، ووصل به الحال في إعلانه الأخير أحادي الجانب إلى ادعاء دفن المرجعيات لأنها لا توافق هواه في الاستحواذ على الدولة. لقد أكد المجتمع الإقليمي والدولي مراراً بأن الحل للأزمة اليمنية لا يمكن أن يقبل بتكرار نموذج حزب الله في اليمن، ولا يمكن القبول بوجود دويلات داخل الدولة. وحينما انفضت مشاورات الكويت بعد رفض الطرف الإنقلابي التعامل الإيجابي مع مساعي السيد المبعوث الخاص
ومساعي الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، تواصلت الجهود الدولية وتمخضت على الأفكار التي أطرقتها الاجتماعات الوزارية للرباعية الدولية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وما تلاها من اجتماعات للدول الخليجية وأمريكا وبريطانيا، وبالتنسيق مع روسيا وبمشاركة مبعوث الأمم المتحدة، كانت الحكومة اليمنية أول المرحبين بالأفكار التي تمخضت في عن اجتماعات جدة، فيما واصل الطرف الانقلابي بإصرار رفضه لكافة المساعي الدولية. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن عناصر السلام والسعي من أجل السلام تختل حينما يتعلق الأمر في التعاطي مع ميليشيات شعارها الموت وتجارتها القتل والتدمير والزج بالأطفال إلى ساحة الحرب. تحركها رغبات تجارة التوسع الطائفي التي تروج لها طهران وتغذيها عصابات تستدعي الإرهاب الدولي لمزيد من التدمير للنسيج الاجتماعي في اليمن، وتزداد ثراء على حساب آلام أبناء الشعب اليمني المسحوق والمغلوب على أمره. إن الحرب يمكن أن تكون نهايتها اليوم، يمكن أن تكون نهايتها اليوم إذا ما انتفض الكيان الجمعي الحي للشعب اليمني ضد طاغوت الميليشيات الإجرامية التي أحالت حياة شعبنا إلى كابوس حقيقي، لتعود كل القوى السياسية اليمنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي صغناه بأحلامنا وتطلعاتنا المشروعة للحاق برقم الإنسانية التي تسعى اليوم هذه الإنسانية لتنفيذ أهداف الإنمائية المستدامة فيما تدمر عصابة الحوثي وصالح القليل الذي بنيناه في اليمن بمساعدة الإقليم والعالم. في الوقت الذي يواصل الإنقلابيون رفع شعارات الموت، نواصل نحن في الحكومة اليمنية جهودنا لاستعادة الأمل وإعادة الحياة للمناطق التي تتواجد فيها الحكومة، وتعزيز الأمل في بناء يمن ديمقراطي اتحادي لا غالب فيه ولا مغلوب، يعيش في سلام وانسجام مع بيئته الأخوية في الخليج والجزيرة، ويكون رافدا للخير والسلام والأمن في الإقليم والعالم. لقد بلغت معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي شنها الحوثيون وصالح على المحافظات اليمنية مستويات مهولة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات، فيما تتواصل بشكل يومي انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي المقابل تعمل الحكومة اليمنية على مدار الساعة لتخفيف الآثار المدمرة للحرب العبثية التي فرضتها الميليشيات على حياة شعبنا، حيث تناول تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لانتهاكات حقوق الإنسان حجم الجرائم التي لحقت بالوطن والشعب. إننا في الحكومة اليمنية نهيب بالمجتمع الدولي وأصدقاء اليمن للوقوف مع الشعب اليمني في مواجهة هذا الرفض والتعنت الذي يبديه الإنقلابيون حيال جهود المبعوث الأممي، ومساعدتنا في جهود التعافي الاقتصادي وتمكين الحكومة الشرعية من تحمل مسؤولياتها الخدمية والإنسانية في إعادة إعمار اليمن. السيد الرئيس، السيدات والسادة، في الختام، تثمن الحكومة اليمنية كثيرا الجهود الكبيرة التي يبذلها السيد الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل الولد شيخ أحمد، وكذلك الجهود التي يبذلها مجلسكم الموقر وسفراء مجموعة 18 لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما نجدد شكرنا وعميق امتناننا للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن. وتهيب الحكومة اليمنية بجميع أعضاء مجلس الأمن وتدعوهم إلى مواصلة جهودهم الموحدة التي رافقت الأزمة في اليمن منذ بدايتها في العام 2011. وبفضل هذا الموقف الموحد لمجلس الأمن تحققت الكثير من الإنجازات في اليمن، والتي تضاف إلى سجل الأمم المتحدة الناصع في حل المنازعات في العالم. ومن هنا فإننا نطالب مجلسكم الموقر لاتخاذ موقف صارم تجاه الإنقلابيين الذين أثبتوا حتى الآن رفضهم الالتزام بمتطلبات السلام، ولا يزالون يضعون العراقيل والعقبات المتواصلة
أمام استئناف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. شكرا سيدي الرئيس. Thank the representative of Yemen for. أشكر ممثل اليمن على بيانه وأدعو أعضاء المجلس إلى مشاورات غير رسمية لمتابعة هذا النقاش حول الموضوع. شكرا. نقلنا لكم مشاهدينا الكرام كلمة المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد ومندوب اليمن السفير خالد اليماني الذي أهاب بالعالم وبمجلس الأمن الدولي الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة رفض الانقلابيين لجهود السلام وأيضا في سبيل إعادة بناء اليمن الجديد. نتابع مشاهدينا الكرام تقديم بانوراما الرابعة من قناة النيل في القاهرة. استدعت تركيا السفير الأمريكي في أنقرة جون باس للتعبير عن استياء الحكومة من تصريحات واشنطن حول الاتفاق على هدنة في شمالي سوريا. ومن جانبه قال بن علي الدريم رئيس وزراء تركيا إن أنقرة ستواصل عملياتها في شمال سوريا لحين زوال جميع التهديدات بما يكفل الأمن القومي للبلاد على حد تعبيره. كانت تركيا قد توغلت في شمال سوريا قبل أسبوع وقالت إنها تهدف لطرد مقاتلي تنظيم داعش ومنع المسلحين الأكراد من السيطرة على المزيد من الأراضي قرب الحدود التركية. من ناحية أخرى أعلن وزير الداخلية التركي إفكان آل أن أنقرة ألقت القبض على 815 شخصا أكثر من نصفهم من الأجانب منذ بداية العام الحالي ضمن حملتها ضد تنظيم داعش الإرهابي. طالبت إيران أنقرة بسرعة إنهاء عملياتها العسكرية في شمال سوريا لتجنب مزيد من تعقيد الوضع في المنطقة ومقتل المزيد من المدنيين الأبرياء. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهمان قاسمي على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تضعف الحكومة الشرعية في سوريا. دمر الجيش السوري معسكرا تابعا لتنظيم داعش بدير الزور كما دمر مقر قيادة وموقعا محصنا لمجموعات مسلحة بدرع البلد. جاء ذلك عقب محاولة تنظيم داعش التسلل من جهة الساتر الشرقي للمطار. يأتي هذا بينما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش العربي السوري ومسلح المعارضة في ريف حماة الشمالي بعد سيطرة المعارضة على مدينة طيبة الإمام. لا يبدو في الأفق أي بريق أمل في المشهد السوري الذي يزداد تعقيدا يوما تلو الآخر على الأصعدة والأنحاء كافة. الاشتباكات المسلحة متواصلة بين كافة الفصائل والقوات الحكومية حيث دمر الجيش السوري معسكرا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي بدير الزور كما دمر مقر قيادة وموقعا محصنا لمجموعات مسلحة بدرع البلد. مصدر عسكري أفاد بأن الطائرات السورية نفذت سلسلة طلقات مكثفة على تجمعات وأوكار داعش في المنطقتين وذلك ردا على محاولة مسلح تنظيم داعش التسلل من جهة الساتر الشرقي للمطار ودمرت أوكارا وتجمعات لهم في محيط البانوراما وعدد من الأحياء. في ريف حماة الشمالي تتواصل اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلح المعارضة بعد سيطرة الأخيرة على مدينة طيبة الإمام أسفرت عن مقتل نحو 50 قتيلا بينهم 10 أطفال ونساء كما ألقت الطائرات براميل متفجرة على مناطق في قطب دمشق الغربية فيما قصف الطيران الروسي مناطق في ريف حلب الشمالي. وفي ريف دمشق أفادت مصادر بتوصل الحكومة السورية وفد من المعارضة المسلحة بمدينة المعظمية إلى اتفاق يفضي بتسليم المدينة إلى الحكومة خلال أيام وتتلخص بنود الاتفاق في خروج جميع المسلحين غير الراغبين في تسليم أسلحتهم باتجاه إدلب وخروج المدنيين غير الراغبين في تسوية أوضاعهم وتسليم جميع الأسلحة في المعظمية وترجع أهمية مدينة معظمية الشام إلى تأمين الجدار الغربي للعاصمة دمشق وضمان أمن مطار المزة العسكري وبالتالي تبقى الغوطتين الغربية والشرقية بيد المعارضة السورية. نشرتنا متواصلة وفيها من الأخبار أيضا منظمة الهجرة الدولية تعلن إنقاذ قرابة 7000 مهاجر قبالة السواحل الليبية خلال 3 أيام.
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الأردني، وإسماعيل والملقي يشهدان التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين. خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، الرئيس يؤكد أهمية الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل. أنقرة تؤكد أنها ستواصل عملياتها العسكرية في شمال سوريا لحين زوال جميع التهديدات، وتستدعي السفير الأمريكي لديها عقب حديث واشنطن عن هدنة. الأخبار الاقتصادية الآن مع حسام الدين عاطف في هذه الساعة. ماذا لديك حسام؟ أشكركم غادة وأحمد، وبالطبع أخبارنا الاقتصادية لدينا الكثير من المهم فيها، ولكن أهم هذه الأخبار الاقتصادية وهو عنواننا: صعود جماعي قوي لمؤشرات البورصة المصرية ورأس مالها السوقية أكثر من 3 مليارات جنيه بدعم من نشاط قطاع الاتصالات. أهلا بكم من جديد. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم آخر جلسات شهر أغسطس، مدعومة بنشاط أسهم قطاع الاتصالات بقيادة سهم الشركة المصرية للاتصالات، والتي وقعت على اتفاق مع الجهاز القومي للاتصالات يتيح لها تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول لمدة 15 عاما. الصعود جاء مدفوعا بنشاط قطاع الاتصالات، حيث وقعت الشركة المصرية كما قلنا سابقا هذا العقد، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.1 مليار جنيه ليصل إلى 403.1 مليارا بعد تداولات إجمالية بلغت نحو 680 مليون جنيه. محليا، أظهر الجهاز المركزي العام للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجع إلى 29.7 مليار جنيه خلال شهر يونيو مقابل 35.2 مليارا في الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 15.7%. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 15.9%، حيث بلغت 17.1 مليارا خلال شهر يونيو من 2016. في المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة 6.3%، حيث بلغت 46.8 مليارا خلال شهر يونيو من 2016، ويرجع ذلك لانخفاض قيمة واردات بعض السلع. توقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن يصل حجم تنفيذ الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2015-2016 إلى من 71 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه. ولفت العربي إلى أن طرح كارت الفلاح والميكنة الزراعية ووضع خريطة للزراعة متكاملة يشجع الاستثمار في القطاع ويعطي الفلاح الدعم من سولار وسماد. وقال وزير التخطيط أن قانون القيمة المضافة يعد إصلاحا حقيقيا في منظومة الضرائب، مما يولد شعورا بالطمأنينة لأي مستثمر. وأشار العربي إلى أن سوق النقد الأجنبي يعاني بسبب تراجع السياحة ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وعجز الميزاني التجاري لمصر. وقعت مصر اليوم اتفاقية مع قبرص تتعلق بنقل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب تحت سطح البحر من المنطقة الاقتصادية بقبرص إلى المنطقة الاقتصادية بمصر، سواء للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير. وقع الاتفاق في العاصمة القبرصية النيقوسية وزير البترول طارق الملا وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكتروبيس في إطار سلسلة من الترتيبات القانونية ستزيد من بيع الغاز الطبيعي القبرصي للمشترين عن طريق مصر.
أصدر وزير الزراعة عصام فايد قرارا بحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري، وأن يتم حلقها بالمحالق المخصصة لكل صنف على حدة في المحافظة المرخص لها بذلك. وقال فايد أن القرار يأتي حماية للقطن المصري ومنع خلط الأصناف ببعضها. يأتي ذلك أيضا في إطار خطة الوزارة لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري للنهوض به حتى يعود إلى سابق عهده وجودته المعروفة دوليا وعالميا. مشاهدينا الكرام، انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة جديدة لقراءة سياسية مع غدا وأحمد، تفضل. شكرا للزميل حسام الدين عاطف. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن البحرية الإيطالية قامت بإنقاذ ما يقرب من 7000 من المهاجرين واللاجئين بالبحر المتوسط قبالة السواحل الليبية منذ يوم الاثنين الماضي. وكان خفر السواحل الإيطالية قد أعلن إنقاذ هؤلاء المهاجرين من خلال 40 عملية إنقاذ منفصلة منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك في واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ على الإطلاق. وتفيد بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 105,000 مهاجر وصلوا حتى الآن في زوارق إلى إيطاليا هذا العام، أبحر كثير منهم من السواحل الليبية. يصوت اليوم مجلس الشيوخ البرازيلي بشكل نهائي حيال عزل رئيسة البرازيل ديلما روسيف الموقوفة عن ممارسة مهامها لانتهاكها قوانين الموازنة العامة. وقد أعرب مؤيدو روسيف عن استعدادهم لبذل قصارى جهدهم للدفاع عنها، فيما صرح أحد أعضاء مجلس الشيوخ بأن 59 من أعضاء المجلس صوتوا أمس بالموافقة على إقصاء روسيف، مضيفا أنه من المرجح أن يزيد عدد مؤيدي إقصائها اليوم إلى 61 عضوا. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار الرياضة مع الزميلة إيمان الشيخ. إيمان، يبدو أن أخبار رئاسة الاتحاد